السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع واحد من يعني المشاريع العالمية التي يعني تدخل في إطار يعني التكنولوجيا الدقيقة، ويعني باستعمال تقنيات جديدة في إنتاج مواد أو يعني الأنسجة الغير منسوجة، مواد جديدة باستعمال لي بوليمير، باستعمال لي ديريفي نتاع لو بترول، يعني مواد كيميائية إذا في إنتاج أنسجة تستعمل كثيرا في المعدات الطبية وبعض الميادين، في كان الميادين تاع الأثاث، وفي يعني ميادين كثيرة تستعمل هذه المادة اللي احنا كنا نستوردها. الآن فيه مصنع، أول مصنع من نوعه في الجزائر، نترككم تتابعون. وللعلم أن المصنع هذا من تابع لمجمع إذا مدار، ويقع المصنع هذا في منطقة عين نعجة. نترككم تتابعون إذا زيارة نتاع وزير الصناعة والافتتاح نتاع المصنع هذا والتدشين من طرف وزير الصناعة والصناعات الصيدلانية سيد علي عون. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. ضمن الحركيات الاقتصادية، تم اليوم بوحدة صناعة النسيج غير المنسوج التابعة لمجمع مدار، تم التوقيع على 10 اتفاقيات مع متعاملين اقتصاديين في مجال النسيج غير المنسوج. المصنع الوحيد بالجزائر يستعمل 3 تقنيات في الانتاج من اخر التكنولوجيات المستعملة حديثا، وسينتج نحو 16 ألف طن سنويا من هذه المادة التي تستخدم في مجالات الصحة، الفلاحة، التغليف والنظافة، إنتاج سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بقيمة 100 مليون أورو سنويا. تدريجيا رايح نتحكم في هذا الاستيراد وتكون فيه بلك فائض حتى للتصدير إن شاء الله. المصنع هذا داخل في استراتيجية الصناعة بصفة عامة اللي تخلينا يعني تكون فيه مواد اللي راح تخلف كل ما هو مستورد، وهذه تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية منذ سنين، هو يعني يلح على تقليص كل ما هو مستورد، والحمد لله هذا المصنع راح زاد يعني خطوة في هذا الميدان، راح يخلينا اليوم نستغنى على كل ما هو استيراد، اللي راهو حاليا 100 مليون أورو سنويا.